بسم الله الرحمن الرحيم، مكملين في الفيديو رقم 3 معانا، وهنتكلم النهاردة عن موضوع التشيك ديفليكشن، الشورت تيرم واللونج تيرم ديفليكشن. تمام، الكلام ده هيتقال التحديث الجديد من الكود المصري. انا النهاردة هتكلم في موضوع التشيك ديفليكشن، الشورت واللونج. تمام، اول حاجة ان انا الديفليكشن اللي علامة الدلتا دي بتساوي، بيبقى في هنا رقم مقسوم على الاي سي اللي هو المودلس اوف الاسيسي معايا مرونة الخرسانة، مضروب في الاي افكتيف اللي هو بنسميه المومنت اوف انيرشيا للقطاع الكراك ديسكشن. طيب الرقم ده بيبقى ايه؟ الرقم ده بيتوقف على نوع السبورت اللي عندك، هل الركيزة اللي عندك هي هنجد ولا هو مثلا كابولي. تمام، وهل اللي هي متحملة بحمل يونيفورم ولا متحملة بحمل مركز. يعني زي مثلا لو كانت عندي كمرة او بلاطة بالشكل ده، سيمبل سيمبل، لا هنجد هنجد، تمام، ومتحملة بحمل يونيفورم، جميل، وده الحمل ده كان دبليو والطول ده كان بالنسبة لي هو ال، كانت ساعتها بروح اقول ان الديفليكشن بيساوي 5/384 مضروبة في دبليو ال اس 4 على الاي في الاي. والكلام ده مثلا لو كان عندي كابولي ومتأثر عليه بحمل يونيفورم، طبعا شكل الديفليكشن عندي هيبقى بالشكل ده، تبقى بيبدأ يمسك من هنا شوية عشان ديت بتبقى فيكسد، ويبدأ ينزل معايا كده، بلاقي ان هي ديت الدلتا اللي عندي، الديفليكشن اللي حصل، والديفليكشن ده بتبقى قيمته ب1/8 مضروب في دبليو ال اس 4 على الاي في الاي. وهكذا بقى لو كان محمل بحمل مثلا مركز في الاخر بتجمع عليه، وده لو كان مثلا عليه حمل مركز، وهكذا. ديت فيها ورقه، القوانين دي كلها عشان ما نضيعش وقت فيها كتير، هي قوانين موجوده وانت بتحفظها على حسب الحاله اللي انت شغال عليها. تمام، طب الكلام لحد دلوقتي جميل. انا لو جيت مثلا احسب ديفليكشن لحاجه زي كده، هقول ان الدبليو خلاص انا عارف الحمل بكام وعارف الطول بكام، طب الاي والاي بكام؟ قلنا ان الاي ده اللي هو بيبقى معايير المرونه بيساوي 4400 جذر الاف كيوب اللي هي جهاز الكسر الاسطوائي للمكعب، ولو انت شغال كود امريكي بيبقى 4700 جذر الاف سي داش، دي الاف سلندر، لكن دي بتبقى الاف كيوب. ده كده بالنسبه لي ده معايير المرونه للخرسانه. طب موضوع بقى الاي افكتيف اللي هي احنا قلنا ان عزم القصور الذاتي للقطاع اللي هو بيحصل له ايه، تشريخ او قطاع مشرخ. طب طبيعي جدا لما يبقى عندي، تعالى بس نفهم حاجه الاول اسمها الاي جروس والاي كراك. لو انا عندي قطاع بالشكل ده، وهنا متسلح التسليح بتاعه ناحيه الشد، تمام، مجرد ما ببدا اثر على القطاع ده بحمل، الحمل ده طالما لسه الحمل الابلايد اللي وقع عليها ما وصلش للام كراك او للحمل اللي لازم الخرسانه تبدا تشرخ عنده، فيبقى انا ساعتها القطاع شغال بكامل كفاءته وبنسميه الاي جروس. طيب والقطاع هنا بيبقى ان كراكت سيكشن. طيب لو انا بقى الحمل اللي عندي زاد على القطاع، بيبدا يحصل عندك ده كده النيوترال اكسس، وده التسليح اللي عندك، الخرسانه ناحيه الشد بتبدا يحصل لها تشريخ، ويبدا معاك هو الجزء اللي شغال من الخرسانه والجزء اللي فيه في جهه الضغط ده فقط، يبقى انا ساعتها القطاع ده بسميه كراك سيكشن، بيبدا الحديد هو اللي يتحمل معايا هنا التنشن فقط. طيب ده بنسميه الاي كراك، وده بنسميه الاي جروس. الاي افكتيف دي هي واقعه ما بين الاثنين، واقعه ما بين الاي جروس القطاع قبل التشريخ، وواقعه ما بين الاي كراك القطاع لما يحصل له تشريخ. بمعنى ان انا لو عندي كاميرا بالشكل ده وبدا يحصل عندي شروخ، لو انا جيت اخد عند القطاع ده هنا، هلاقي ان الاي هنا ده عند الشرخ بالظبط هنا، هلاقي ان الاي هنا هي اي كراك، ولو جيت خدت ما بينهم هلاقي ان الاي هنا هي اي جروس. فهتلاقي القطاع في اماكن مشرخه فيه واماكن مش مشرخه. عشان كده لما باجي احسب الديفليكشن ببدا اخد قيمه متوسطه ما بين الاثنين، واللي احنا بنسميها الاي افكتيف. وزي ما احنا قلنا ان الاي افكتيف اللي عندك هتبقى اكبر من الاي كراك واقل من الاي جروس. الاي افكتيف دي الرقم بتاعها هيبدا يقرب للاي جروس لو انا عندي الحمل اللي انا باثر بيه ما هوش حمل كبير ما يقدرش يوصلني للام كراك، فساعتها هتلاقي ان القطاع يعني شبه شغال بكامل كفاءته.
وتبدأ تقرب للآي كراك لما الحمل اللي أنا بأثر عليه حمل كبير وعدى كمان الام كراك بتاع الخرسانة، فالخرسانة بدأت شرخت معاك. يوصل للآي كراك ده لو أنت حملت القطاع اللي عندك بأقصى عزم تتحمله، وده في الطبيعة ما بيحصلش، إن إحنا ما بنحملش القطاع بالماكسيمم مومنت، يعني إحنا بنخليه اللي هو أبلايد مومنت ما بين إيه اللي هو يعني القطاع يقدر يتحمله في كمان فائض بعد كده إيه عشان ما لحقش يوصل للماكسيمم. فإحنا معايا الآي إفكتيف محصورة بين الآي جروس والآي كراك. طب قانون الآي إفكتيف ده بيساوي إيه؟ المعادلة اللي أنا هحسبها منه، قال لك المعادلة دي بيساوي عندي هنا فاكتور مضروب في الآي جروس، والفاكتور ده دايما بتلاقيه اقل من الواحد الصحيح. عشان انا اضمن ان الرقم ده يقع بين الاي جروس والاي كراك، هلاقي ان هنا الفاكتور ده بيبقى اقل من الواحد الصحيح زائد، وراح اعمل واحد ناقص نفس الفاكتور وراح اضربه في الاي كراك. هنعرف نحسب الاي كراك دي ازاي كمان شوية. الاي جروس موجود عادي طالما القطاع ما حصلوش شرخ، يبقى بيفتي تكعيب على 12 موجود على طول معايا. الفاكتور ده ايه؟ الفاكتور ده قال لك هيساوي الام كراك على الام ابلايد اللي عندي الكل تكعيب. عشان كده بقول لك ان الفاكتور ده بيبقى في معظم الشغل اللي انت بتقابله في حياتك، بيبقى ان الفاكتور ده بيبقى اقل من الواحد، لان الطبيعي ان الام ابلايد اللي تبقى مقصره معايا بتبقى اكتر من الام كراك اللي تبدا الخرسانه تشرخ عندها، فتلاقي ان المقام بيبقى اكبر من البسط، فتلاقي ان الرقم ده طالع معاك بيبقى اقل من الواحد، هيطلع بوينت 6 بوينت 7 ايا كان. يبقى انا عرفت الفاكتور اللي معايا كام، هيبقى ام كراك على ام ابلايد مضروبه في الاي جروس زائد واحد ناقص الفاكتور اللي هو ام كراك على ام ابلايد الكل تكعيب مضروبه في الاي كراك. يبقى انا عايز اكتب القانون بتاعي، هقول ان الاي افكتيف هيساوي ام كراك على الام ابلايد الكلام ده كل تكعيب مضروب في الاي جروس زائد واحد ناقص ام كراك على الام ابلايد الكل تكعيب والكلام ده مضروب في الاي كراك. ده كده القانون اللي انت المفروض هتحفظه عشان تجيب منه الاي افكت. طب المعادله دي فيها كم مجهول دلوقتي؟ انا مش عارفه. احنا قلنا ان الاي جروس اعرف احسبه، انا اللي عندي هنا مجهول الام ابلاي برضه هو العزم اللي عندك على القطاع، وده بيبقى موجود عندك لما بتحل الكاميرا او البلاطه وتصممها. هتلاقي عندي مجهول الاي كراك ده انا مش عارف لسه ما حسبتوش، والام كراك. يبقى انا عايز احسب الام كراك وعايز احسب الاي كراك، وبقيت ترمات المعادله هتلاقيها موجوده معاك. لو انا جبت الام كراك والاي كراك انا كده خلاص عرفت احسب الاي افكت. طيب نبدا ناخدهم حاجه حاجه. نبدا مثلا بالام كراك، انا عايز احسب الام كراك. بص يا معلم، انا لو عندي قطاع بالشكل ده سواء كان قطاع كمر او بلاطه ايا كان، قطاع معرض لعزم انحناء تمام. القطاع ده كان متسلح هنا التسليح الرئيسي بالشكل ده، وده كان عندي هو النيترال اكسس. انا مجرد ما ببدا اثر على القطاع ده، القطاع اهوت قبل ايه ما يحصل له شروخ خالص، مجرد ما ببدا اثر على القطاع ده بحمل ويبدا يتولد عندي عزم، بيبدا يتولد هنا منطقه شد وهنا منطقه ضغط، واحنا عارفين ان الخرسانه مقاومتها في الشد بتبقى ضعيفه، فبتبدا النقطه اللي تحصل لها عندك شروخ هي ابعد نقطه عن الناترال اكسس اللي هو محور الخمول بتاعي او محور التعادل تمام، ودي بنسميها الواي تنشن بار، والنقطه دي انا هسميها ايه. طب انا دلوقتي عرفت ان النقطه دي ايه، النقطه دي خرسانه، لو انا عايز اجيب النورمال ستريس عندها هقول ان الاف عند ايه هيساوي ام في واي على الاي. حلو الكلام. الواي دي هتبقى بالنسبه لي ايه؟ الواي دي اللي هي بالنسبه لي الواي تنشن بار اللي هي بتبعد نقطه ايه عن الناترال اكسس اللي ابعد نقطه في الخرسانه في اتجاه الشد. والاي، الاي دي القطاع لسه هيبدا يشرخ، فالاي اللي عندي دي تبقى الاي جروس. طيب مجرد ما القطاع ده يبدا يشرخ، اذا النقطه دي هيبقى الاجهاد عندها هو اف سي تي ار اللي هو اقصى اجهاد تتحمله الخرسانه في الشد، وهيقابلها ساعتها الام كراك في الواي على الاي جروس. يبقى انا لو عايز اخد الام كراك في طرف لوحدها في المعادله هنا هتبقى الام كراك بتساوي الاف سي تي ار في الاي جروس، واروح اقسمها على الواي بار.
طب الام كراك ده كده القانون بتاعها، الاي جروس معايا والواي هيبقى معايا. اف سيتو ار ده، الاف سيتو ار ده بيمثل ايه؟ قلنا ان هو بيمثل اقصى اجهاد تتحمله الخرسانه في الشد، والرقم ده معادلته بتبقى 6 من 10 جذر الاف سي يو، ديت معادله الاف سي تي ار. طب ممكن نحكي في دقيقتين كده سريعا ايه هو الاف سي تي ار ده وازاي حسبوه؟ قال لك ان الاف سي تي ار ده احنا قلنا ان هو اجهاد اللي تتحمله الخرسانه في الشد، علشان العلماء يجيبوه عملوا 3 تجارب. اول تجربه كانوا بيسموها الدايركت تنشن، ان هو جاب عينه من الخرسانه ومسكها بفك من فوق كده وفك من تحت كده، وسحب الفك ده لتحت وسحب الفك ده لفوق، بدا يتولد عندك شروخ نتيجه الشد، وعشان كده بيسموه اختبار شد مباشر. وقال لك ان الاجهاد الشد هنا بيمثل من 8 ل 12% من اجهاد الخرسانه في حاله الضغط. بس الكلام ده يعني ايه، ما اعتمدوهوش، وراحوا عملوا تجربه تانية اسمها اختبار الشد الغير مباشر، ان هو جاب عينه اسطوانيه بالشكل ده وبدا ياثر عليها بقوه ضغط. يعني تخيل انا القلم ده كده اثرت عليه من هنا واثرت عليه من هنا بقوه ضغط، الطبيعي ان انت هتلاقي ان المنطقه في النص هنا بتبدا تفتح معاك، هتلاقي بدأ يتأثر عندك قوتين شد نتيجة قوة الضغط اللي أنا أثرت بيها دي، ويحصل عندك شرخ بالشكل ده. الشرخ اللي نتج ده بيبقى شرخ ناتج نتيجة الشد الغير مباشر، لأن قوة الشد اللي جت هنا جت نتيجة قوة الضغط اللي أنا أثرت عليه. جم عملوا بقى اختبار تالت، وده اللي هم اعتمدوه وطلعوا منه الاف سي تي ار، ان هو قال لك بص احنا هنجيب كاميرا هنأثر عليها بحمل هنا وحمل هنا، بنأثر في التلت والتلتين. لو انا جيت ارسم العزم للكاميرا ده، ولو كان ده مثلا ده بي وده بي، هلاقي ان انا عندي ده رسمة البندنج مومنت بالشكل ده، ولاقي ان هنا ده بي ال على التلاتة وده بي ال على التلاتة. ولو انا عايز ارسم الشير اللي عندي، ده عندي رياكشن بي، ده رياكشن بي، شماله طالع يبقى طالع وهنزل، هفضل ماشي وبعد كده انزل واطلع، وهنا ده بي وده بي، ده كده الشير وده رسمة المومنت. تمام، لو انا جيت بقى حسبت عند المنطقة اللي هي فيها اقصى عزم دي، تمام، اللي هو ماكسيمم مومنت، لو جيت احسب الشد اللي نتج، لان مجرد ما بتحمل كده مع زيادة الحمل بيبدأ يحصل عندك الشرخ في نص الكاميرا. ودي كانت فكرة ان هم بدأوا يحملوا، ليه حملوا التلتين والتلت وليه ما حملوش حمل مركز؟ اقول لك انا ليه. يعني لما بتحمل التلت والتلتين بتلاقي عندك ان القيمة المقابلة هنا في البندنج مومنت الماكسيمم مومنت، القيمة المقابلة ليها هتلاقيها هي زيرو شير، واحنا عارفين ان الخرسانة بتشتغل معانا في الشير. هو قال لك لا، انا عايز الخرسانة اللي انا عايز احسب الحمل عندها، الاجهاد اللي عندها يكون بيور تنشن بس، نتيجة التنشن اللي عليها بس، ما تبقاش في جزء منها رايح معايا في مقاومة الشير. فلقوا ان القيمة اللي هنا، قال لك ان الاف سي تي ار الرقم اللي طلع من هنا بيبقى 6 من 10 جذر الاف سي يو. وصلت؟ وقلنا ان احنا ما حملناش بحمل مركز، لو احنا كنا حملناه بحمل مركز كنت هتلاقي رسمة المومنت هذا كده بي ال على 4، ورسمة الشير كانت هتبقى كده. فكنت هتيجي تلاقي عند الماكسيمم مومنت هتلاقي برضو في عندك ايه، في قوة للشير، فهتلاقي الخرسانة شايلة معاك كمان في الشير، لكن هنا هتلاقي ان الخرسانة كانت عند زيرو شير، وهنا كان عندك الماكسيمم مومنت، فانت لما تيجي تجيب اجهاد الشد هنا هتبقى ده اللي هو الخرسانة بيور تنشن زي ما بيقول. الكلام اللي فات ده انت في حاجه مش فاهمها فيه، انا بحكي معاك بس فيه مجرد انك تبقى فاهم يعني ايه اجهاد الشد الخرسانه وازاي جابوه والتجارب اللي عملها. مش همك خالص الكلام ده، انت احفظ ان الاف سي دي ار بتساوي 6 من 10 جذر الاف سي يو، دي المعادله اللي انا محتاجها في حساب الديفليكشن. انسى بقى اللي انا قلته اللي فات ده، لو هو ايه هيخبط لك دماغك. وان الام كراك هتساوي الاف سي تي ار مضروبه في الاي جروس مقسومة على الواي تنشن بار. يبقى انا كده عرفت اجيب الام كراك، يبقى انا لسالي الحاجة اللي باقية هي الاي كراك، ولو جبتها وانا معايا الام كراك على طول ارجع اعوض في المعادلة اللي فاتت اجيب منها الاي افكتف. علشان ابدأ احسب الاي كراك، هنفرض مثلا ان انا كان عندي قطاع بالشكل ده، والقطاع ده متسلح هنا تسليحه اهوت ناحية اتجاه الشد، تمام، التسليح ده اريس تي، وهنا ده كان محور التعامل او الناترال اكسس اللي عندي، والمنطقه دي هي اللي فيها الخرسانه شغاله، والخرسانه خلاص شرخت ناحيه التنشن. وهفرض ان المسافه اللي الخرسانه شغاله فيها دي هي المسافه اكس، وهفرض ان المسافه دي كلها هي المسافه دي.
انا علشان احسب الاي كراك انا عايز احسب دلوقتي اول حاجه عندي هي المسافه اللي فيها الخرسانه مرتبطه على الناتورال اكسس دي، عايز احسب لها قيمه الاكس. فانا المفروض ان ده بنسميه محور التعادل، يعني العزم فوق بتاع المساحات هيساوي العزم تحت بتاع المساحات، بمعنى ان انا البي دي اللي هي عرض الشريحه، تمام، اللي هي تبقى 1 متر، ولو عندك في الكاميرا بتبقى ايه عرض الكاميرا، البي مضروبه في الاكس دي كده انا جبت مساحه المستطيل، واروح اضربه في بعده عن الناتورال اكسس اللي هو البعد ده، يبقى اكس على الاثنين. الكلام ده هساويه بان في الاريا ستيل البعد ده كام، البعد ده بيبقى الدي كلها ناقص الاكس اللي هنا في دي ناقص الاكس. هتلاقي المعادله دي كلها معلومه ما عدا الاكس. طب الان دي ايه؟ الان دي قال لك ان هي بتبقى اسمه معايير مرونه الحديد على معايير مرونه الخرسانه، واحنا عارفين ان معايير مرونه الحديد بتبقى 2 × 10^5، وانت عاير ما عندك معايير مرونه الخرسانه 4400 جذر الاف سي يو، وقال لك خدها بالتقريب كده 10، وده بيبقى برضه اكثر تحفظا. هتلاقي ان المعادله عندك كلها معلومه ما عدا قيمه الاكس هي اللي مجهوله، هتبقى بتجيب من هنا قيمه الاكس. حابب اروح احسب الاي كراك، الاي كراك بتساوي ايه؟ هروح اقول له الاي كراك هتساوي البي اكس تكعيب اللي هو عزم الكسور اللي هنا مقسوم على ال 12، وهنقل بقى بعد كده الكلام ده لمحور التعامد، فتبقى البي في الاكس في اكس على 2 الكل تربيع، والكلام ده مجموع عليه الان في الاريا ستيل في الدي ناقص الاكس الكل تربيع. لو انا جيت عايز اصفرها هقول بي اكس تكعيب على ال 12 زائد بي اكس تكعيب على الاربعة زائد الان في الاريا ستيل في الدي ناقص اكس كل تربيع، يعني الكلام ده لو انا جيت جمعت دول هتلاقي بي اكس تكعيب على التلاتة زائد ان في الاريا ستيل في الدي ناقص اكس الكل تربيع. انت واحد هنا المقام دي ب12، فهتلاقي عندك 12 × 12 فيها الواحد، 12 × 4 فيها التلاتة، يبقى 4 × 12 تطلع معاك بتلت اللي هي دي. خلاص، يبقى انا عندي دي دلوقتي هي معادلة حساب الاي كراك. اذا انا جبت هنا الاي كراك وجبت قبل كده الام كراك، انا كده بقت معايا المعادلة كاملة، انا اقدر ساعتها احسب الاي افكت. لو جيت بس نلاحظ حاجة بسيطة هنا، انت شايف ان الاريا ستيل هنا فين؟ الاريا ستيل في البسط، يعني الاريا ستيل دي لو كانت كبيرة ده معناه ايه؟ لو الاريا ستيل دي كبيرة، التسليح اللي هنا ده التسليح الرئيسي اللي جهة الشد ده كان كبير، هلاقي ان الاي كراك عندي هتبقى كبيرة. ده معناه ايه؟ معناه ان الاي كراك كبيرة يعني الاي افكتيف هتبقى كبيرة. ليه؟ لان الاي افكتيف اللي عندك كانت بتساوي الام كراك على الام ابلايد الكل تكعيب مضروبة في الاي جروس زائد 1 − ام كراك على الام ابلايد الكل تكعيب، والكلام ده مضروب في ايه؟ مضروب في الاي كراك. يعني الاي كراك لما تبقى كبيره ساعتها الاي افكتيف هي كمان هتبقى كبيره، وانا عندي الديفليكشن بيساوي قلنا رقم على الاي في الاي افكتيف، والاف والاي هنا لما تبقى كبيره الديفليكشن ايه يحصل له؟ ايه؟ يقل، لان الديفليكشن بيتناسب عكسي ساعتها مع الاي افكت. يعني ده كل ما كبر كل ما الديفليكشن قل، يعني التسليح اللي جهه الشد بقى بيساعد معاك ان انت الديفليكشن عندك لو انسيف ممكن يخليه ان الديفليكشن عندك يقل نتيجه زياده التسليح في الايه في التنشن. خلاص انا كده دلوقتي بقت معايا كل ترمات المعادلات معلومه، الاي كراك معلومه، الام كراك معلومه، الاي افكتيف عرفت اجيبها. انا دلوقتي بقى خلاص خلصت المعادلات دي، انا بقى عايز ابدا احسب الشورت تيرم ديفليكشن واللونج تيرم ديفليكشن. بص بكل بساطه خالص انا دلوقتي عايز احسب الشورت تيرم ديفليكشن. قال لك الشورت تيرم ديفليكشن ده بيبقى هو الترخيم الناتج عن الدلتا ديد زائد اللايف اللي هي الاحمال اللي عندك كلها، طبعا الاحمال وركينج، وهروح اطرح منها الديفليكشن الناتج عن الديد لود. هيبقى ساعتها الديفليكشن اللي هنا ده بنسميه الشورت تيرم، وده لو جيت طرحتهم مع بعض ده هيروح مع ده، هتلاقي ان هو متبقي عندك الدلتا لايف لود. طب انت ليه هندسه محيرنا ليه نجمع ده ونطرح ده؟ طب ما انا اقول على طول اقول له الديد نتيجه اللايف لود، واحسب الاي افكتيف نتيجه اللايف، واحسب الام ابلايد نتيجه اللايف، وخلاص يبقى ده كده الشورت اللي عندي. بص وانت برضو بقى جربها على برنامج السيف، جرب هتعمل الحاله كده وتشوف الديفورم تشيب اللي عندك نتيجه الحاله دي، وشوف الديفورم تشيب نتيجه الحاله دي، هتلاقي ان
الرقم اللي هنا طالع اكبر من الرقم ده، لان هنا الاي افكتيف هتبقى اقل من الاي اللي هنا، معنى ان الاي افكتيف هنا اقل من دي، يعني الديفليكشن ده هيبقى اعلى من ده. وانت جرب برضو على السيف، لانه هو منطقي جدا ان انا لما اجي احمل القطاع اللي عندي بالحمل كله الديد زائد اللايف واروح اطرح منه الحمل الديد، ساعتها الاي افكتيف المحسوبه هنا هتكون اقل بكتير من الاي افكتيف اللي هيحسبها نتيجه ان انا بحمل القطاع باللايف لود فقط. تمام، دي الفكره ليه عملت المعادله كده وليه ما عملتش على طول نتيجه اللايف لود. وزي ما قلت لك ان انا ساعتها هروح احسب الاي افكتيف نتيجه الديد لود زائد اللايف لود زائد اللايف لود مره، واروح احسبها نتيجه الديد لود مره، وكذلك الام ابلايد اللي عندك هيبقى نتيجه الديد لود زائد اللايف لود مره، ونفس الكلام نتيجه الديد لود مره، بحيث يبقى انا كده عندي الاي افكتيف حسبتها ايه مرتين، لان انا هحتاجها نتيجه الديد وهحتاجها نتيجه الديد زائد اللايف. ودي في الحاله دي انا كده جبت الشورت تيرم، وبروح اقارنه بالالوبل. الالوبل عندك هنا هيكون ال على 360. تمام، والال دي بناخدها من الزيرو مومنت للزيرو مومنت في الاتجاه العزم الاخر. ده كده حته الشورت تيرم. طب دلوقتي احنا عايزين ندخل على الحته اللي بعدها اللي هو اللونج تيرم. اللونج تيرم ده قال لك هو بكل بساطه انا باخد الشورت تيرم اللي انت جبته ده، تمام، وبروح اجمع، بس الشورت تيرم ده نتيجه الاحمال الدائمه اللي هو السستيم دي لود، وبروح اجمع عليه الديفليكشن الناتج عن الكريب والشرينكج. ايه الكريب وايه الشرينكج؟ اللي هو الزحف والانكماش. الكريب دي اللي هي معناها ان انا عندي الحمل دلوقتي، انا عندي حمل على البلاطه ثابت، مع مرور الزمن بيبدا يحصل عندك استطاله وزحف لجزيئات الخرسانه دي نتيجه ثبات الحمل ومرور الزمن. بس الكلام ده الديفليكشن عندك بيقل مع مرور الزمن، بمعنى ايه؟ ان انت نتيجه الفك الشد، لما تفك الشده الخشبيه هتلاقي الديفليكشن مثلا عندك سنتي سنتي الا ربع، مع مرور مثلا سنه او سنه ونص هتلاقي الديفليكشن بدا يزيد، بس زاد ايه ربع سنتي نص سنتي، فتلاقي بيبدا يزيد بس ما بيزيدش زياده كبيره. فعلشان كده قال لك ايه؟ قال لك انا باخد الديفليكشن نتيجه السستينت لود اللي هو بيبقى الديد لود، الديد لود زائد بيبقى هنا الفاكتور بتاع السستينت مضروب في اللايف لود. الفاكتور ده هو نفس الفاكتور اللي بناخده في الزلازل، لو انت فاكر، لو كانت المنشأ سكني بضربه في ربع، لو مدارس بضربه في نص، لو عندي خزانات وصوامع بيبقى اللايف لود كام. فهو بكود قال لك انت افترض ان انت عندك ربع اللايف لود في حالة المنشآت السكنية هو من الاحمال الدائمة اللي عندك، يبقى انا عندي الدلتا كريب هيساوي معامل اللي هو الالفا مضروب في الدلتا ديد لود زائد ربع اللايف لود. طب المعامل ده ايه؟ الفا ده معامل بيتوقف على حاجتين، بيتوقف على نسبة حديد الضغط الاريا ستيل داش، وبتوقف على انا هحسب الديفليكشن بعد كام، بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة، اللي هي بنسموه البيتا. طب القانون بتاع الفا ده بيساوي ايه؟ قال لك بيساوي الايتا على 1 زائد 50 في نيو. النيو دي ايه؟ النيو دي اللي هي نسبة تسليح الضغط اللي هي اريا ستيل داش على البي في الدي. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان تسليح الضغط عندك لو كان سيادة، التسليح ده كان كبير، تسليح الضغط في قيمة الضغط، معناه ان النيو كبيرة، ومعنى ان النيو كبيرة في المقام يعني الالفا تبقى اقل لان العلاقة عكسية، ومعنى ان الالفا اقل يبقى الديفليكشن هي مضروبة اصلا في الديفليكشن نتيجة السستيند لود، يبقى الديفليكشن عندك ساعتها اقل، يبقى انت في الحالة دي تسليح في درجة الضغط بيأثر معاك في اللونج تيرم ديفليكشن. جميل جميل. طيب الايتا دي ايه؟ الايتا دي بيبقى عندك فيه كيرف كده موجود برضو في الكود الجديد، بيبدأ متقسم هنا ده 0 ده 1 ده 3 ده 6 لحد 60، وهنا ده الشهر، يعني بيبدأ معاك من أول ما تفك الشدة لحد 60 شهر اللي هم 5 سنين، وهنا بتلاقي المعامل اللي هو الإيه الإيتا ده، وبتلاقي الكيرف طالع معاك كده، بيطلع معاك كده ويبدأ يطلع كده، وبعد كده تلاقي بيبدأ يزيد زيادات ملحوظة، اللي هو زي ما قلنا إن هو مع مرور الزمن بيبدأ يزيد معاك الديفليكشن بس بقيم بسيطة، لكن في الأول الديفليكشن بيزيد إيه بالقيم الكبيرة بتاعتك. عموما خد البيتا دي دايما باتنين اللي أنت بتحسبها بعد 5 سنين عشان يبقى أنت برضو الموضوع إيه أكثر تحفظا. طب ليه ما ناخدهاش بعد 10 سنين؟ أنا زي ما قلت لك بعد خمس، أنت أصلا لو جيت بصيت في الشرط ده هتلاقي إن هو بيقول لك بعد 3 شهور خد البيتا بواحد، وبعد 6 شهور خدها ب1.2، طب وبعد سنة بعد 12 شهر خدها ب1.4، وبعد 60 شهر خدها ب2.
فتلاقي يعني الفرق من 6 شهور الاولانيين ل6 شهور التانيين زادت من 1.2 ل1.4، في حين ان انت عندك من سنه ل5 سنين هتلاقي زادت من 1.4 ل2، فبتلاقي قيمه الزياده قليله جدا. فهو قال لك خلاص وقف عند ال5 سنين، بيكون ساعتها خلاص انت الديفليكشن كده مش هيبدا يحصل فيه زياده ملحوظه او تذكر انك تستاهل انك تحسب عندها. فانا دلوقتي عايز احسب اللونج تيرم، بقى هعمل ايه؟ هقول زي ما قلت ان انا هحسب الديفليكشن الناتج عن السستيند لود مجموع عليه الديفليكشن الناتج عن الكريب والشرينك، اللي هو هيبقى عندي الديد لود مجموع عليها اللايف لود، وبروح اطرح منها الديد. شفت نفس الكلام ده، بس انا هزود على الديد دي ربع اللايف، عشان احنا قلنا ان الكود احتور ان احنا دلوقتي بحسب ده نتيجه السستيند لود اللي هي الاحمال الدائمه، واروح اجمع عليها الدلتا كريب نتيجه الكريب والشرينكج، اللي هي بتساوي الكلام ده بيساوي الالفا في دلتا ديد لود زائد ربع اللايف لود. عشان كده لما بنيجي نشتغل في السيف بنعمل 3 كيس. اول كيس اللي هي دي الديد لود ومعاها اللايف لود اللي هي الاحمال كلها طبعا وركينج. الكيس التانية بتبقى دي ديد لود زائد ربع اللايف لود، تمام. الكيس التالتة بنختارها نون لينير لونج تيرم، وبنختار الاختيار ده اللي هي بتبقى معاك الديد لود زائد ربع اللايف لود، وبروح اعمل لود كومباينيشن، بقول ان انا عندي الكيس الاولى مطروح منها الكيس التانية مجموع عليها الكيس 3، وببدا اروح احسب الديفليكشن اللي عندي واروح اقارنه ال على 240. الكلام ده لو انا بحسب لحاجات لا تتاثر بالديفليكشن زي الشبابيك، القواطع، البيبان، عندك البلوكات، طالما في حدود الالوبه ال على 240 ده مش هيبدا يحصل شرخ، لكن لو زدت عن ال على 240 هيبدا يحصل معاك شروخ في البلوك، لكن طول ما هي اقل من الكلام ده هتبقى الدنيا معاك ايه سيف. لو ده كان اكبر من الالوبه اللي عندك ده، الالوبه لازم يبقى الرقم اللي عندك ده اقل من ده. طيب لو انا كانت عندي الواجهه ازاز او فيها جبسون بورد، طبعا الحاجات دي مع فروقات البسيطه ممكن الاساس تلاقيه فرقع منك او الجبس بدا يحصل فيه شروخ الجبسون بورد اللي على الواجهات ده، فعلشان كده هم زودوا القيمه قال لك تبقى ال على 480، ساعتها هتروح تقارن بال على 480. بس ده كده ببساطه موضوع التشيك ديفليكشن، وان شاء الله الفيديو اللي جاي تقريبا هيبقى عن الكاميرات الحامله للوان واي والتو واي سوليد سلاب. بس شكرا.